اهلا بكم مشاهدينا مره تانية واولى وقفتنا الحواريه لهذا الصباح، وهي هتكون فقرتنا الثابته كل يوم جوله الصحافه وقراءه في اهم العناوين والاخبار الصادره في صحف القاهره اليوم. والحقيقه هيكون معانا في الاستوديو لمناقشه هذه الاخبار الاستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريده الاخبار. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير. يعني الحقيقه عندنا ملفات كتير وموضوعات كتير بتتصدر صحف القاهره اليوم. خلينا نبتدي على طول من صحيفه الاهرام واللقاء اللي جمع بالامس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد ابو ظبي، ومعنا هذه العناوين. السيسي يشيد بدور الامارات في تعزيز العمل العربي المشترك، الرئيس وولي عهد ابو ظبي يؤكدان اهميه تضافر الجهود في مكافحه الارهاب. يعني استاذ محمد، طبعا بيننا وبين الامارات العربيه الشقيقه علاقات وثيقه و طيبة جدا، وتعاون أيضا في المستوى السياسي والاقتصادي، فكيف ترى التواصل بين الدولتين والتعاون بينهم؟ بالتأكيد زي ما حضرتك تفضلت أن العلاقات ما بين مصر ودولة الإمارات العربية علاقات قوية وعلاقات راسخة، وبهذه العلاقات يعني بتتمدد في كل مجالات العمل العربي المشترك، وإلى جانب في خصوصية للعلاقات ما بين دولة الإمارات منذ الشيخ زايد رحمه الله وعلاقاته بمصر ومواقفه المتعددة من مصر والقضايا اللي بتواجهها الأمة العربية. لا شك أن المنطقة يعني بتتهددها مخاطر كثيرة جدا، وخاصة مكافحة الإرهاب، وهناك تهديدات برضو بتقسيم المنطقة، محاولات تقسيم المنطقة مرة أخرى، واستعداء دول خارجية على الدول بهدف تقسيم الدول العربية وتهديد أمنها واستقرارها. أيضا في هذا المجال كلنا نعلم المقاطعة العربية للدول السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين لدولة قطر لمواقفها العدائية من الدول العربية وتشجيعها ودعمها للإرهاب في المنطقة بصورة كبيرة جدا، بل على المستوى العالم كله بتقوم بأدوار خطيرة جدا لتهديد الأمن والاستقرار، وبتشيع جو من الإرهاب في معظم دول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا عدد من الدول العربية. هناك أيضا مواقف يعني القرارات اللي اتخذتها هذه الدول ضد قطر أعتقد أنها أثرت تأثير كبير جدا، لكن قطر وفي نفس الوقت الدول المقاطعة أعطت فرصة كبيرة جدا جدا لدولة قطر إن هي تعود إلى رشدها، صحيح، وتتوقف عن دعم الإرهاب لكن للأسف الشديد إن قطر يبدو أنها مصممة وعازمة على المضي في هذا المجال إلى مدى كبير جدا، وللأسف الشديد لديها بعض المواقف مساندات من إيران ومن تركيا ومن بعض الدول الأوروبية، وهناك تحركات عسكرية في المنطقة. صحيح. وأعتقد أن مصر لها دور كبير جدا في يعني التصدي لهذه التحركات. صحيح. طيب واحنا بنتكلم عن هذه الزيارة بالأمس ومقاطعة قطر زي ما حضرتك بتتكلم، يعني ازاي ممكن تنعكس على هذا الموقف المشترك بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين ومقاطعة قطر؟ يعني هل هناك أي تطورات في هذا الملف؟ هناك تنسيق على أعلى مستوى ما بين مصر ودولة قطر الشقيقة وأيضا المملكة العربية السعودية والبحرين وعدد من الدول العربية. هناك تنسيق على أعلى مستوى هذا بين مصر والإمارات ودولة الإمارات أيضا، وأن هذا التنسيق بيهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية ومكافحة الإرهاب والتصدي للعمليات الإجرامية والإرهابية اللي بتدعمها دولة قطر، وان معظم دول العالم متاكده من هذا، ولكن زي ما ذكرت الدول اللي ذكرتها لحضرتك اللي بتقف الى جانب قطر هناك يعني مصالح مشتركه ما بين قطر وما بين هذه الدول، وهذه الدول اللي بتدعم قطر يعني بترى ان في قيام قطر بهذا الدور تحقيق لمصالح هذه الدول، فاعتقد انه هذه القضيه المهمه والخطيره الى جانب بحث التعاون الاقتصادي والتعاون في كافه مجالات العمل العربي المشترك ووقوف دوله الامارات العربيه الى جانب مصر في كل موقفها سواء كان على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي في كافه المحافل الدوليه، ده شيء بنقدره وبنسمنه شعبا وحكومه بالنسبه لدوله قطر. صحيح. الامارات صحيح. بنروح ل
موضوع آخر وهو يعني الشأن المحلي والاستعدادات للعيد. ومن جريدة الوطن بنقرأ هذه العناوين: بشاير العيد، رفع الحد الأدنى لزيادات الأجور والمعاشات، البرلمان يوافق على منح العاملين بالدولة علاوات دورية وخاصة وغلاء، وغادة والي صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه. يعني أستاذ محمد، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، طبعا كل عام وحضرتك بخير وكل المصريين بخير، يعني أرادت وزارة التضامن الاجتماعي أنها أيضا يعني تزف بشرى إلى أصحاب المعاشات تحديدا وغيره من العاملين في الدولة بعلاوات استثنائية أو خاصة أو علاوات غلاء. يعني بالتأكيد كلنا نعلم حالة الغلاء اللي بيعاني منها معظم أفراد الشعب المصري، لكن الشيء اللي بيطمننا والشيء اللي يعني بيدينا ثقة أن القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الإجراءات اللي هي الإصلاح الاقتصادي، هناك إجراءات حمائية وحزمة إجراءات حمائية لصالح محدود الدخل ومتوسط الدخل في هذا البلد، وهي حزمة من الإجراءات بتتوازى مع الإجراءات الإصلاح الاقتصادي. هذه الإجراءات الحمائية بتتمثل في زيادة مرتبات ودخول العاملين ورفع معاشات العاملين، سواء كان العاملين المدنيين أو العاملين المعاشات العسكريين، وتم رفع هذه المعاشات بنسبة 15% زيادة معاشات، وأيضا بالنسبة للعاملين المدنيين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم منحهم علاوتين، وتم الشيء أيضا استشعارا من يعني القيادة السياسية بمدى المعاناة، تم عدم تحديد الحد الأقصى لهذه العلاوات بالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فتم صرف علاوتين 7% علاوة دورية و7% علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدون حد أقصى وبحد أدنى 65 جنيه. أيضا نفس الحكاية للعاملين غير مخاطبين، ما تم منحهم 10% علاوة دورية وعلاوة أيضا خاصة، يبقى فيها علاوتين. أعتقد أن دي بتساهم إلى حد ما في يعني أن المواطنين يتحملوا نسبة الغلاء اللي موجودة حاليا. أكيد بيتواكب مع الغلاء زي ما حضرتك بتقول، وهي كلها محاولات يعني رفع المعاناة. صحيح. بنروح إلى جريدة الأهرام مرة أخرى، وبنتابع آخر جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتحديدا في سيناء، وبنقرأ هذه العناوين: المتحدث العسكري مقتل 3 تكفيريين والقبض على 23 آخرين واكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي برفح، إحباط عملية إرهابية كبيرة وسط تبادل لإطلاق الرصاص، والشرطة تنجح في تفجير السيارة المفخخة قبل اقتحام كمين العريش. يعني أستاذ محمد، الحمد لله أنه تم إحباط هذه المحاولة الإرهابية للنيل من قواتنا وقوات الأمن أو قوات المسلحة أو الشرطة، فكيف تتابع هذه الجهود لمكافحة الإرهاب تحديدا في سيناء؟ معركة شرسة، معركة ضد الإرهاب، ومعركة بتخوضها القوات المسلحة المصرية الباسلة إلى جانب الشرطة المصرية، وقامت بدور كبير جدا في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات إجرامية وإرهابية في شمال سيناء، ونجحت نجاح كبير جدا في القضاء على العناصر الإجرامية والخطرة في هذه الجماعات. ومع هذا أيضا أن هذه العمليات يعني لن تتوقف في على المدى القصير، لكن القوات المسلحة المصرية بتطور من أداها ومستمرة في مكافحة هذه العمليات الإجرامية، وزي ما كلنا بنتابع أن كل يوم وكل يعني فترة معينة بن 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 يعني بنستطلع أن القوات المسلحة استطاعت أن تسد عددا من الأنفاق وتقضي عددا من الجماعات الإرهابية وتصادر يعني كميات ضخمة جدا من الأسلحة والذخائر والقبض على رؤوس الإجرام في هذه الجماعات، فده جهد كبير جدا جدا. أيضا على الجانب الآخر، جهاز الشرطة المصرية استطاعت أن تطور من أدائها الأمني وتغير من استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، وتستعين بعملية الضربات الاستباقية، وأيضا زي ما شفنا في العملية اللي تمت بالأمس أن الشرطة استطاعت أن تفجر السيارة المفخخة قبل أن تداهم الكمين الأمني المتواجد فيه أفراد الشرطة، فده أداء يعني رائع جدا، أداء بطولي
اداء بينم عن وطنيه عاليه جدا، وايضا حس وطني او حس امني عالي جدا، واداء واستعداد جيد صحيح الشرطه على اعلى مستوى من الكفاءه والاداء. اكيد. بنروح لملف اخر مهم جدا وهو الرقابه وحملات الرقابه المختلفه. من جريده الاخبار بنقرا هذا العنوان: حملات للرقابه الاداريه على مشروعات الشباب المموله من البنوك، متابعه مسار القروض وجديه المشروعات والتعرف على المعوقات الطبيعيه. يعني استاذ محمد، اهميه حملات الرقابه لهذه المشروعات المموله من البنوك والجديده في يعني المحافظه على تحقيق الاهداف المرجوه من هذه المشروعات. اولا عمليه قضيه تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه للشباب دي قضيه هامه جدا جدا، وقضيه يعني بتهم قطاع كبير جدا من الشباب، والسيد الرئيس خصص 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، لكن صحيح. للاسف الشديد هناك العديد من العقبات ومن المصاعب اللي بتوضع امام الشباب اللي بيهدف الى اقامه مشروعات صغيره او متوسطه، وكثره اجراءات وتعدد هذه الاجراءات والمطالب المستندات المختلفه، من يمكن بيمنع عدد كبير جدا من الشباب ان هو يستطيع ان يقوم بعمل مشروع متوسط او صغير. الى جانب ايضا حضرتك عمليات التسويق اللي مفروض تتم لمنتجات هذه المشروعات بتجد صعوبة أيضا. قيام الجهاز الرقابة الإدارية يعني التصدي لهذه القضية شيء رائع جدا وشيء ممتاز جدا، وأعتقد أنهم توقفوا يعني على أسباب تعطل الحصول على القروض وأيضا المشاكل اللي بيعاني منها الشباب على الطبيعة وليس من خلال الأوراق أو التصريحات. صحيح. لأن كلنا شفنا أفراد الرقابة الإدارية بينتقلوا إلى مواقع المشاكل والقضايا ويناقشوا المسؤولين واللي بيشكوا من هذه القضايا، وبيضعوا الحلول الفورية وبتصدر القرارات والإجراءات اللي بتيسر على هذه القضية. الشيء الأهم بقى حقيقي ان احنا مش شايفين غير جهاز الرقابه الاداريه، وده اي نعم الجهاز بيقوم بدور كبير جدا وضخم جدا، لكن يعني كم المشاكل وتفرعها وانشارها على كافه المحافظات دي بتحتاج ان باقي الاجهزه الرقابيه تحتذي حذو جهاز الرقابه الاداريه وتفعل كما يفعل جهاز الرقابه الاداريه. صحيح. يعني عن مباحث التموين، مباحث الاموال العامه، مكافحه التهرب الضريبي، هناك اجهزه رقابيه متعدده، لكن للاسف الشديد لا نرى امامنا سوى جهاز الرقابه الاداريه وهو بيؤدي اداء اكثر من رائع. نتمنى ان باقي الاجهزه تسير في نفس الاتجاه. اكيد. يعني بالفعل جهاز الرقابه الاداريه كان له دور ملموس وواضح في الفتره الاخيره في الكشف عن عدد من قضايا الفساد في مختلف المجالات. بالفعل بنروح لملف اخر ايضا يعني له علاقه بمكافحه الفساد او التصدي له من البدايه، ومن جريده المصري اليوم بنقرا هذا العنوان: الزراعه اعلان الشركات المخالفه لاشتراطات التصدير، منظومه جديده لتصدير العنب والفلفل لمنع تكرار ازمه حظر الاستيراد. يعني استاذ محمد، بالعام الماضي كان اثيرت قضيه حول منع استيراد بعض الخضروات او الفاكهه من مصر من بعض دول العالم لانها لا تطابق الاشتراطات، فهذا العام يبدو ان وزاره الزراعه تستعد لهذا الملف وحتى لا يتكرر ونستطيع تصدير هذه المنتجات بالفعل وتكون مطابقه للمواصفات، فكيف ترى هذه الاستعداد؟ قضيه التصدير قضيه يعني زي ما نقول حياه او موت، لان بدون تصدير عالي وتصدير جيد اعتقد ان احنا يعني هنستمر في المعاناه لفتره طويله، وفتره توفير يعني عمليه توفير العملات الاجنبيه والنقد الاجنبي عشان نستورد بها خامات ونستورد بها اجهزه ومعدات راسماليه وفتح فرص عمل جديده وتنفيذ مشروعات. عمليه التصدير عمليه مهمه جدا جدا، وانا بتصور ان احنا حققنا في الاعوام الماضيه نسبه عاليه جدا في عمليات التصدير الخضر والفاكهه والحاصلات الزراعيه تحديدا، ولاقت قبول ورواج كبير، لكن للاسف الشديد الاجهزه الرقابيه اللي بتراقب عمليات تصدير هذه الحاصلات للاسف الشديد هناك بعض التراخي على اساس ان هذه الحاصلات بتجد سوق كبير جدا وبتجد ترحيم وبتجد اقبال على هذه المنتجات، فبتبدا عمليه التراخي وعمليه الاستسهال ومخالفة الشروط والمواصفات. يعني احنا علشان نكسب سوق بنكسب بنبذل جهود ضخمة جدا جدا، سواء كان على مستوى الحكومي او على مستوى منظمات المجتمع المدني او منظمات رجال الاعمال، وبنبذل جهود جبارة علشان نفتح سوق جديد، لكن بمجرد ان احنا نخسر سوق اعتقد ان ده بيكون تأثيره اكثر خطورة من فتح سوق جديد، لان لما بتخسري حضرتك سوق
علشان تعيدي دخول للسوق دي مرة أخرى بتبسري جهود غير عادية. فأتمنى من أجهزة وزارة الزراعة والأجهزات اللي بتراقب عمليات التصدير إن هي تدقق تماما في عمليات توافر شروط تصدير هذه الحاصلات والمنتجات الغذائية والزراعية تحديدا، لأن ليها سوق كبير جدا، وخسارة إن احنا نفقد سوق أو أكتر من هذه الأسواق، بل بالعكس احنا بنعمل على زيادة هذه الأسواق وافتتاح أسواق جديدة، لأن ده يعني مجال مهم جدا جدا لعملية الإصلاح الاقتصادي. صحيح، وملف التصدير تحديدا من أهم الروافد للدخل القومي، ويمكن تحديدا الصادرات الزراعية من أحد المقومات المهمة اللي مصر بالفعل بتتمتع بها، فمن هنا يجب الاهتمام به. بنروح إلى يعني الشأن العالمي الإقليمي وقضية قطر مرة أخرى، ولكن هذه المرة تطورات من الجانب الأمريكي، وبنقرأ من جريدة الأخبار هذا العنوان: الكونغرس الأمريكي يطرح مشروع قانون لفرض عقوبات على قطر وإيران، الدوحة تشكو دول المقاطعة للأمم المتحدة. يعني أستاذ محمد، كيف تقيم الدور الأمريكي؟ برضو بضيف لحضرتك أنه الدوحة مستمرة في عملية تصعيد الخلاف وتدويل الخلاف واستعداء العالم والمنظمات الدولية على الدول العربية، وده شيء خطير جدا جدا، يعني حيقسم ظهر الدول العربية بصورة غير مسبوقة، لأن قطر بتوسع من هوة الخلاف بشكل كبير جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك يعني إلى جانبها برضو بيؤيد موقفها عدد من الدول الغربية وإيران وتركيا، وده مسألة خطيرة، لأنه أيضا محاولة هي بتحاول شق الصف العربي، وأيضا بتحاول أن هي تسيء إلى صورة الدول العربية في المنظمات الدولية وأمام دول العالم. بالنسبة للكونجرس وقرار توقيع عقوبات على قطر وإيران، يعني خلينا نتكلم بصراحة أكتر، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات زي ما بنقول، لكن مفيش موقف واحد وثابت بالنسبة لقطر. يعني الرئيس الأمريكي بيؤيد أن قطر فعلا متهمة بالإرهاب وبتمارس الإرهاب وتمول الإرهاب، على الجانب الآخر وزير الخارجية الأمريكي بيقول أن يعني العقوبات اللي خدتها الدول العربية ضد قطر مبالغ فيها وينبغي التخفيف منها. وزير الدفاع أيضا له موقف مختلف، فهناك تباين في المواقف ما بين مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف الأمريكي غير موحد، غير موحد وغير واضح تماما. ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقف مهم جدا وتصريح أعتقد أنه هو يعني ينبغي أن احنا نحط تحته 100 خط، لأنه بيقول عايزين يبقى فيه مفهوم واضح ومحدد لتعريف الإرهاب، علشان ما يجيش دولة تاخد لما يكون عملية إرهابية بتتنافى مع مصالحها تقول ده إرهاب ويجب مقاومته، لما يكون هذه العملية الإرهابية لا تهدد أي مصلحة من مصالحها أو تؤثر على أمن واستقرار هذه الدولة تقول ده مش إرهاب. وكلنا بنشوف اللي بيحصل في بريطانيا، وبيحصل يعني عمليات إرهابية متكررة بصورة غير مسبوقة خلال الأيام خلال الشهور الماضية، وده برضو كان لأنه بريطانيا بتأوي الجماعات الإرهابية وبتحتضنها وبتديها حصانة وبتديها وتوفر لها الملاذ الآمن، ويمكن مصر حذرت وقالت أن الدول التي بتأوي الإرهابيين سوف تكتوي بنار هؤلاء الإرهابيين، وده بيتحقق فعلا، وده يمكن واضح من دور مصر الحضاري والمحوري ودورها المؤثر في المنطقة وجهودها الغير مسبوقة، ويعني اللي ما فيش دولة يمكن في العالم بتقوم بنفس هذا الدور. صحيح. في مكافحة الإرهاب، والعديد من زعماء العالم بيؤكدوا أن مصر تحملت عبء كبير جدا في مواجهة الإرهاب دفاعا عن العالم. صحيح. فأتمنى أن يعني يبقى فيه مفهوم واضح للإرهاب ومفهوم محدد تماما، علشان ما يبقاش فيه عمليات استخدام مختلفة للعمليات الإرهابية. تمام، يعني الحقيقة بهذا الحديث عن مكافحة الإرهاب تنتهي هذه الجولة في صحف هذا الصباح الصادرة في القاهرة. في النهاية بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا مستمرين معاكم في هذا الصباح وباقي حواراتنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل ومتابعة موجز الأنباء مع فوزي قطب.